ازيك يا رجاله؟ عاملين ايه؟ تعالوا نبتدي الترم التاني مع بعض من الاول. الريسبيراتوري، احنا الترم الاول خدنا كذا شابتر، خدنا حصه مراجعه على الشابترز كلها، وقعدنا نراجع مع بعض كل الحاجات اللي احنا محتاجينها. وعايزك قبل ما تخش امتحانك تكلمني تشوف ايه اللي ناقصك. انا مثلا في حته مش فاهمها، حته صغيره مش عديتها، نمت وانا بسمع ريكورد، انت برضه بتذاكر اونلاين، فما تسيبش نفسك لوحدك كده، اسالني على طول وانا معاك في كل اللي انت محتاجه. اهم حاجه ايه؟ تخلص اللي انت بتذاكره، تذاكره كويس، تحل ملزمه الاسئله. في سؤال وقف معاك قول لي، في حاجه مش فاهمها قول لي على طول، حاجه محتاجين نظبطها مع بعض انا معاك على طول، فما تنساش قول لي على طول. طيب نبتدي نبتدي بالريسبيراتوري. ايه قصه الريسبيراتوري دي؟ محاضره بسيطه وجميله خالص وسهله، فيها كذا مصطلح انت محتاج تعرفهم بس، وحاجات صغيره عايزين نركز عليها مع بعض. في الاول خالص يا سيدي قال لك تعالى نرسم الريسبيراتوري سيستم، ونرسم رئتين جمال خالص كده، وجواهم ايه؟ جواهم الحته اللي احنا بنتنفس منها اهي، بص كده اهي. فاحنا رسمنا رئتين اهم، دي رئتين انسان طبيعي جميل خالص. قال لك انا عندي حاجه اسمها لونج. ايه اللونج دي؟ رئه. لونج ايه؟ لونج اكسبانشن. يعني ايه لونج اكسبانشن؟ وانت بتتنفس الرئه بتتوسع، اكسباند، اكسبانشن اسمها لونج ايه؟ اكسبانشن، بتوسع. طب لما تيجي تطلع الهواء زفير اسمها لونج ايه؟ لونج ريكويل. يعني ايه ريكويل؟ كويل يعني يلف تاني، يرجع. يقول لك وانت صغير ان الدي ان ايه كويلد. الدي ان ايه ده؟ الماده الوراثيه في الخلايا. كويلد يعني ايه كويلد؟ بتتلف كده، تتلف تتلف لغايه ما تاخد مساحه صغيره خالص، تتلف اكتر تاخد مساحه اصغر لغايه ما تبقى قد نقطه في الحياه. كويل بتصغر جدا جدا. فيقول لك ايه؟ لونج اكسبانشن ولونج ايه؟ ريكويل، بترجع تاني لحالتها الاصليه الصغيره لما تعمل ايه؟ زفير. طيب يبقى انت عندك لونج اكسبانشن ولونج ايه؟ ريكويل. طب ايه تاني اللي احنا محتاجين نعرفه؟ اول حاجه قال لك مصطلح اسمه انسبيريشن. يعني ايه انسبيريشن؟ يقول لك انسبيريشن، قولها اللي انت عايزه، انسبيريشن او انسبيريشن، الاثنين صح. يقول لك انسبيريشن يعني ايه؟ ان انت تسحب هواء جوه جسمك اللي هو الشهيق. طب عكسها ايه؟ اكس اكسبيريشن، تطلع الهواء اللي موجود في الرئه ده. طب يا دكتور هو انا محتاج الهواء ده في ايه اصلا؟ انا ليه عندي ريسبيراتوري سيستم؟ عشان سيادتك محتاج ان الهواء يدخل لك عن طريق الاول فتحه الفم اللي هنا دي، لو انت رسمت فم كده هنا، الهواء يدخل لك من هنا، يدخل يعدي الاول على منطقه نسميها فارينكس. يعني ايه فارينكس؟ المنطقه اللي هنا دي من اول البلعوم كده، منطقه اسمها فارينكس البلعوم، تنزل تحت شويه على اللارينكس الحنجره. طب وبعدين تروح نازله على الرئه، تتوزع للرئتين وتروح هنا لحتت صغيره، نقط صغيره في الحياه كده اسمها ايه؟ اسمها شعب. شعب حتة أصغر من رئة، شعب هوائية حتة صغيرة. يسموها إيه دي بالإنجليزي؟ يسميها alveoli. حلو قوي. يعني كده أنا عندي نقط صغيرة، النقط الصغيرة دي أسميها alveoli، شعب هوائية. حلو قوي. طب الناحية التانية ملهاش نفس؟ لا، فيها alveoli أهو، شعب هوائية كتير جدا 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 أهو، شعب هوائية الفيولاي. محتاجها في ايه يا دكتور؟ انا محتاج الالفيولاي دي في ايه؟ انت محتاجها في ان الهواء ينزل على الالفيولاي. الهواء ده محمل بايه؟ محمل باكسجين. الاكسجين ده هو سر الحياة، الاكسجين اللي احنا بنتنفسه، ينزل على الالفيولاي. الالفيولاي دي جنبها دورة دموية صغيرة اهي، الرئة دي مليانة دم، بتديها حياة كده، الدم ده حياة للرئة، فالرئة دي مليانة دم، فالأكسجين يدخل للألفيولاي وبعد كده ينتقل للدم. طب الدم وظيفته إيه يا دكتور؟ ما احنا خدنا في شابتر البلد الدم جنبه خلايا، سيلز. الخلايا اللي جنب الدم دي، الأكسجين يطلع من الدم يروح واصل للخلايا بميكانيزم يسموه إيه؟ ديفيوجن. حلو قوي. طب كده انا محتاج ايه؟ كده انت محتاج الحياه. فين الحياه دي؟ انت محتاج الهواء يدخل لك، يدخل عن طريق ايه؟ احفظ معايا، الفارينكس البلعوم، وبعد كده ينزل على اللارينكس، وبعدين ايه اللي يحصل؟ ينزل على الرئتين. حلو.
فانت كده ده البروسس الطبيعي. محتاج ايه تاني؟ اول ما ينزل على الرئتين ينتقل الهواء للالفيولاي، ومن الالفيولاي للدم، ومن الدم للتيشو. يبقى انت عندك اربع خطوات كاتبهم لك في الجدول اللي في الصفحه الاولى. يقول لك بالموناري، يعني ايه بالموناري؟ او يقول لك بالموناري، الاثنين صح. يعني ايه بالموناري؟ بالموناري او بالموناري يعني التنفسيه، حاجه لها علاقه بالتنفس. اي مرض في الطب ليه علاقه بالتنفس هتلاقيه بيقول لك بالمونري، بالمونري ديزيز مرض تنفسي، بالمونري انفيزيما مش عارف ايه بيحصل في مش عارف حاجات بتحصل امراض بتحصل في الرئه، بالمونري كلوت جلطه موجوده في الرئه. حلو، يقول لك ميه على الرئه، حاجات كتير قوي كده. اي حاجه اقول جنبها بالمونري يقول لك بالمونري ايديما، ميه على الرئه او ورم جنب الرئه كده يقول لك بالمونري ايديما، بالمونري تيومر ده ورم حقيقي لا قدر الله. اي حاجه اسمها بالمونري بقى ايه؟ تنفس. فيقول لك مصطلح يقول لك بالمونري فنتليشن. يعني ايه بالمونري فنتليشن؟ يعني التنفس عن طريق الرئه، انت تفنتليت عن طريق الرئه. هتفنتليت ازاي؟ دخل لي يا ابني الهواء جوه الرئه، ده اسمه تنفس، طلعه لي تاني. يبقى بنتنفس انسبيريشن، بخرج الهواء اكسبيريشن. طيب حلو قوي، عايزين نتكلم في نقطه مهمه جدا. قال لك في الطبيعه انا في الرئه عندي انواع من الخلايا زي اي عضو في الجسم. قال لك النوع الاول حاجه اسمها تايب 1، النوع الاول سهله خالص دي صح. تايب 1 ايه؟ نيومو. نيومو دي نيومو، نيومو بص بتتكتب ازاي؟ نيومو. يعني ايه نيومو؟ يعني رئوي. اي حاجه اقول لك نيومو يعني رئوي. اقول لك انت عندك نيومو ثوركس، عندك نيومو مش عارف ايه، نيومو ايه؟ انا بتكلم في الرئه. فقال لك عندي ايه؟ عندي تايب 1 نيومو سايتس. يعني ايه نيومو سايتس؟ خلايا رئويه. تايب 2 نيومو سايتس، خلايا رئويه. وهكذا، دي كلها خلايا موجودة في الرئة، فيقول لك تايب 1 نيوموسايتس، تايب 2 نيوموسايتس، وهكذا. طيب، هنعرف بعدين إيه ميزة كل واحد، إحنا النهاردة إنتروداكشن بس عن الرئة، محاضرة لطيفة، صفحتين بس، أهي، تفتح كده تلاقي صفحتين بس، خلصت المحاضرة. طيب، قال لك إيه يا سيدي؟ قال لك في الأول خالص أهو، أنا بتنفس إزاي؟ دي بقى حتة محتاج تفهمها أوي. انا بتنفس ازاي؟ ميكانيزم اوف ريسبيريشن، انا بتنفس ازاي؟ قال لك في الطبيعي انا عندي اربع انواع من الضغط موجودين في الحياه، الضغط الجوي. اول نوع اسمه ايه؟ اول نوع موجود في الجو فوقنا كلنا خالص، في الهواء اللي بنتنفسه، في الحياه اللي احنا عايشينها، اسمه اتموسفيريك بريشر. ده ضغط جوي موجود في الاتموسفير، موجود في الجو، ضغط جوي. يقول لك ايه؟ اتموسفيرك بريشر. حلو، يقول لك ده الضغط الجوي اللي موجود حوالينا، والضغط ده اللي موجود بيحرك الدواء، بيحرك الهواء. يعني انا مثلا لو عندي علبه، لو عندي علبه فاضيه، لو انا جبت الملزمه دي رحت اعملها كده وقفلتها من ناحيه واحده، حلو، الضغط الجوي ضغط الهواء هو اللي بيخلي الهواء ينزل فيها، يخلي الهواء يقعد فيها كده. لو الضغط في الاتموسفير او في الهواء قليل مش هتنزل هنا، الهواء مش هيتضغط جوه، فانت محتاج ضغط الهواء يبقى بنسبه معينه عشان تتنفس. حلو، ايه النسبه بتاعه ضغط الهواء اللي مخليه الانسان عايش طبيعي وفي نعيم كده وبيتنفس طول اليوم؟ قال لك الضغط الجوي قيمته 760 ملي متر زئبق، دي الوحده بتاعته، 760 ملي متر زئبق في الجو كده طايرين في الجو، ضغط جوي. لو النسبة دي قلت خمسة بس أو عشرة بس أو عشرين أو 500 مش تعرف تتنفس. ليه بقى؟ لأن الهواء مش هيتضغط ويدخل جوه أنفك أو جوه مناخيرك أو جوه جسمك، مش هيتضغط وينزل كده، مفيش قوة تدفعه. إنما القوة اللي ربنا خالقها اسمها إيه؟ 760 ملي متر زئبق، وده أول نوع ضغط موجود، وده النوع اللي حوالينا. طب لما أي حد أقول إن أنا عندي حاجة ضغطها الجوي اقارنها بالضغط بتاع الهواء، اقول حاجه مثلا زي الملزمه دي، اقول لك ده الملزمه دي جواها ضغط كذا بالنسبه للضغط الجوي. حلو، يبقى اقول لك ايه؟ اقول لك لو اعلى اقول لك البتاع اللي انا ماسكها دي بوزيتيف بريشر، يعني اعلى من الضغط الجوي. طيب تخيل معايا لو انا ماسك الملزمه دي واقفلها كده، والهواء اللي جوه الملزمه ضغطه القوه اللي بتضغطه اعلى من الهواء اللي بره في الجو، ايه اللي يحصل؟ هواء يطير من الملزمه يطلع على الجو، ما فيهاش كلام، ضغطه اعلى بكتير.
ضغطه القوة اللي بتضغطه اعلى بكتير جدا يطلع ينتشر في الجو صح. فالبوزيتيف بريشر لو انا عندي حاجه فيها بوزيتيف بريشر دي معناها ان هي ضغطها اعلى من الضغط الجوي. طب لو عندي حاجه نيجاتيف بريشر، لو عندي حاجه ما فيهاش هواء، لو عندي المنظمه دي ما فيهاش هواء خالص، الهواء اللي موجود في الجو الضغط بتاعه يعمل ايه؟ يدخلها جوه. فنلاقي الهواء دخل لجوه الحاجه النيجاتيف بريشر جميل، وطلع بره الحاجه البوزيتيف بريشر سهله. يبقى الهواء بتاع الجو ده لو انا عندي حاجه بوزيتيف هترمي الهواء بتاعها عليه لان هي ضغطها اعلى من الضغط بتاع الهواء. طب لو عندي حاجه نيجاتيف ضغطها قليل، لا ده ضغط الهواء هينزل ويقعد جوه الحاجه دي، فنقول نيجاتيف بريشر. جميل عظيم قوي. طيب لو انا عندي حاجه قيمتها زي قيمه الضغط الجوي بالظبط، ولا ازيد ولا انقص، نقول ايه؟ زيرو بريشر. اهي زيرو بريشر مفيش فرق، والزيرو بريشر مفيش فيها حركه للهواء من هنا او من هنا، كلنا قاعدين زي ما احنا، كلنا سواسيه، الهواء ما بيتحركش في اي حته. جميل جميل قوي. طب ده اول نوع من الضغط اسمه اتموسفيريك بريشر، الضغط اللي موجود في الهواء. تاني نوع اسمه ايه؟ انترا الفيولر بريشر. بص معايا كده، يعني ايه انترا؟ يعني جوه. يعني ايه الفيولر؟ يعني الفيولاي شعب هوائيه، ده جوه الشعب الهوائي، ضغط هواء اللي موجود في الشعب الهوائي. طب ركز معايا كده، انا راجل عايز اتنفس، تفتكر الانترا الفيولر بريشر عايز اسحب هواء، عايز ادخل هواء الجو ده جوايا، فتفتكر الانترا الفيولر بريشر اعمل ضغطها اعلى بوزيتيف ولا اقل نيجاتيف عشان الهواء يضغط ويدخل جوايا؟ اكيد نيجاتيف. يبقى لازم الانترا الفيولر بريشر الضغط اللي موجود جوه الشعب الهوائيه الالفيولاي يبقى قليل خالص. ليه؟ اصلا انا عايز الاتموسفيريك بريشر يبقى اعلى منه عشان الهواء يضغط ويدخل جوه جسمي. فقول خد بالك ان دي ليها نيجاتيف بوتنشال، يعني هي ليها شحنه سهل او اللي هي يعني اقل من الضغط اللي موجود في الهواء، هي نيجاتيف بالنسبه للهواء. جميل. ليه لازم تبقى نيجاتيف؟ عشان يحصل انسبيريشن، عشان الهواء يدخل جوه الرئتين. جميل. طب لما يحصل يا سيدي اكسبيريشن، يعني ايه اكسبيريشن؟ يعني زفير الهواء يطلع من الرئتين. اعملها ازاي دي؟ زود الضغط اللي جوه الالفيولاي عشان الهواء يطرد من جوه، نسمي ده ايه؟ ان احنا بقى عندنا بوزيتيف بريشر. يبقى ده معناه يا دكتور ان الضغط مش ثابت. الضغط الوحيد اللي ثابت ايه؟ الضغط اللي في الهواء على طول 760 ملي متر زئبق. بس انا بقى اللي بتحكم بالموجودات اللي على الارض، الحاجات اللي موجوده على الارض، انا عايز يخش لها هواء ولا لا، عن طريق ان اعمل ايه؟ لو انا عايز يدخل لها هواء قلل الضغط بتاعها عشان ضغط الهواء يكون اعلى منه ويروح مدخلها جواه، زي ما احنا بنتنفس فنروح نعمل كده. طب انا ازاي بقلل الضغط اللي موجود جوه الرئه وانا بتنفس؟ قال لك دي سهله خالص. فاكر لما كنا بنقول واحنا بنتنفس بنعمل ايه؟ لنج، رئه، بنعمل لها ايه؟ expansion، بتوسع. طب سؤال بسيط خالص، لو انا عندي ازازة مية، الازازة دي يا سيدي حجمها سنتي واحد، جميل، وحطيت فيها سنتي مية، حلو، ده قدها بالظبط، ازازة سنتي فيها سنتي، جميل، الضغط فيها هيبقى عامل ايه؟ ضغط مناسب، ازازة سنتي جواها سنتي مية، ازازة مية كده جواها كمية من المية قفلها بالظبط، ضغط مناسب جدا. طب لو انا عملت الازازه السنتي دي خليتها ازازه لتر اهي كبيره قوي وحطيت فيها سنتي ميه، ايه اخبار ضغط الميه على الازازه؟ الازازه الميه بتضغط عليها ازاي؟ بتضغط عليها قليل جدا، مفيش ضغط اصلا، مفيش اي حاجه. وبالتالي انا لو كبرت المساحه اللي فيها الميه، لو كبرت المساحه اللي فيها الهواء، الضغط بتاع الهواء هيقل جوه. وانا بعمل كده في الجسم ازاي؟ كبر الرئه، وبالتالي الرئه نفسها لما تكبر الهواء اللي جواها ما يبقاش ليه اي لازمه ولا اي ضغط، يبقى نيجاتيف، ملوش اي لازمه بالنسبه للضغط بتاع ربنا اللي موجود في الهواء. فكبر الرئه، اعمل اكسبانشن، الضغط يقل، الهواء يدخل من بره لجوه، يدخل يشبع الرئه على طول. يبقى انا كده عملت الضغط النيجاتيف اللي جوه الالفيولاي ازاي؟ كبرت مساحه الالفيولاي، وبالتالي ايه اللي حصل؟ الضغط جوه بقى نيجاتيف، الهواء دخل من بره لجوه. حلو قوي. طيب قيس على كده نفس الموضوع، لما اجي اطلع الزفير اعمل ايه في الرئه؟ اضغط الرئه خليها اصغر، خليها تعمل ريكويل، طلع كل الهواء. بص وانت بتطلع الهواء
لو انت قاعد بتطلع الهواء انت بتسمع المحاضره تلاقي رئتك بتتكمش بتصغر بيبقاش ليها معنى بتصغر كده فالهواء اللي جواه بيتضغط فضغطه بيبقى اعلى من الهواء الجوي فالهواء يروح طالع من الرئه على طول ايه ده الموضوع سهل خالص ولا هو ولا هو كيمياء ولا محتاج مصطلحات عنيفه ولا محتاج اي حاجه الدنيا سهله خالص الضغط ده لعبتك لو فهمتها الاربع مصطلحات دول ولا ليهم اي لازمه مصطلحات بسيطه خالص يبقى انا عندي اتموسفيرك بريشر الضغط الجوي انترا الفيولر بريشر الضغط اللي جوه الالفيولاي دول ضغطين بس فين الاربعه التانيين قال لك ما انا عندي مساحه بين الرئه وبين القفص الصدري او بين العظام اللي موجوده حواليها العظام دي ما بتاخدش هواء جواها الرئه هي اللي بتاخد هواء طب المساحه دي بيسموها ايه او الضغط اللي جواها بيسموه ايه بص كده بيسموش بص تحت انترا بيسموه ايه بلورال انترا بلورال بريشر الضغط اللي موجود انترا بلورال اللي في المنطقه دي بين الرئه وبين القفص الصدري تفتكر ايه اللي يحصل في المنطقه دي المنطقه دي تبقى سالب على طول ليه سالب على طول ما فيهاش هواء يا دكتور انت شايف المنطقه عامله ازاي شايف الهواء شايف المنطقه عامله ازاي دي بين الرئه وبين القفص الصدري فين الهواء اللي هنا اصلا مفيش هواء ضغطها نيجاتيف على طول طب تفتكر ضغطها يبقى اعلى او اقول لك السؤال بطريقه احسن تفتكر ضغطها يبقى نيجاتيف اكتر وانت بتتنفس وانت عايز تتنفس هواء انسبيريشن توطي ضغطها اكتر بكتير عشان تتنفس هواء اكتر بكتير ولا ضغطها يبقى اكبر في الاكسبيريشن وانت بتطلع هواء اكيد في الانسبيريشن طبعا يبقى لازم ضغطها يبقى نيجاتيف اكتر وانت بتحاول تدخل هواء للرئه ليه عشان يبقى المساحه دي كلها ملهاش لازمه يبقى المساحه دي كلها الضغط فيها قليل قوي فالهواء يدخل بسهوله خالص يبقى ده الضغط الثالث اللي اسمه ايه انترا بلورال بريشر جميل اسمه انترا بلورال بريشر طيب عندنا ايه نوع تاني من الضغط عندي نوع اسمه ترانس بالمونر يعني ايه ترانس ترانس يعني مواصله اتوبيس معدي ترانسبورت يعني ايه برضه يعني حاجه بتوصل بالناحيتين يعني ايه برضه يعني الفرق في الضغط بين الانترا بلورال اللي هو هنا اللي بين الرئه والقفص الصدري وبين الانترا الفيولر اللي جوه الرئه الفرق في الضغط بين هنا وهنا نسميه ترانس الفرق بين الاثنين دول وده اللي عليك في الحته دي شايف الجمال محاضره كلها تعرف تفهمها بانك تفهم كونسبت واحد مش محتاج اكتر من كده كونسبت واحد تفهمه تلم بيه كل الحاجات طب تعالى نلم الحاجات اللي احنا شفناها لغايه دلوقتي اللنج بتوسع يعني ايه اكسبانشن بتوسعي ليه يا لنج اصل انا عايز اقلل ضغط الهواء اللي جوه اللنج طب عايز تعمل كده ليه عشان لما اقلل ضغط الهواء ضغط الهواء الجوي هيبقى اكتر فيدخل الهواء جوه الرئه فيحصل ايه انسبيريشن تنفس انا بتنفس حلو يبقى كده يحصل انسبيريشن يبقى كده زي الفل طيب انا عايز كذا نوع من الضغط يساعدوني في الموضوع ده عايز ايه عايز الاتموسفيريك بريشر ماله زي ما هو زي ما ربنا خلقه حلو هو مفيش اي حاجه عايز الانترا الفيولر بريشر يعني الضغط اللي جوه الشعب الهوائيه يبقى نيجاتيف طب ما انت لسه عامل كده ما انت لسه عامل لنج ايه اكسبانشن وسعت الرئه فخلت الضغط جوه قليل فالضغط دخل من بره لجوه اسهل بكتير يبقى حصل ايه يبقى انت خليت الانترا الفيولر يعني شعب هوائيه بريشر قليل نيجاتيف حلو يعني انت عملت كل ده فانت نجحت جدا الحمد لله طيب وبعدين انا عايز الانترا بلورال يبقى نيجاتيف اكتر بكتير هو في طبيعي نيجاتيف هو نيجاتيف طول الوقت ليه اصل ما فيهوش هوا حضرتك دي حته بين الرئه وبين القفص الصدري دي ما فيهاش هوا انترا بلورال انا عايز اعمل فيها ايه انا عايز فيها الضغط يبقى نيجاتيف على طول مش عايز اخليه بوزيتيف ليه يبقى نيجاتيف على طول عشان انت عايز دلوقتي تعمل لونج اكسبانشن توسع الرئه فانا عايز الحته بتاعت الانترا بلورال دي تساعدني مش عايزها تبقى عائق مش عايز احس ان انا بتوسع في حته كده في كراتين بوسع كده بوسع بصعوبه الرئه ما فيهاش الاستيسيتي ما فيهاش مرونه عايز اوسع بسهوله فانا محتاج الضغط هنا يبقى قليل في الحته دي طب وبعدين وانا برجع تاني اعمل الزفير محتاج اعمل زفير بسهوله مش محتاج احس ان انا شقيان قوي وانا بتنفس طب تنفس وانت نايم ينفعش تشتشق وانت نايم فايه اللي بيحصل تبقى دي نيجاتيف على طول تبقى نيجاتيف اكتر فين في الانسبيريشن نيجاتيف اكتر فين في الانسبيريشن
حلوة قوي. طيب فانا كده عملت انسبريشن، لسه طلع الهواء، الهواء ليه كتير قوي جوايا، ليه ربع ساعه الهواء جوايا، اعمل ايه؟ طلعه. طلعه ازاي؟ اعمل لونج ريكويل، صغر اللونج، طلع هواء، طلع هواء لغايه ما تحس الرئه بقت اصغر، انكمشت. يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى ضغط الهواء اللي جوه زاد اصلا، عشان يطرد الهواء من جوه لبره يبقى اعلى من الضغط الجوي. يبقى ايه؟ يبقى لازم اخلي البريشر جوه الالفيولاي انترا الفيولر بريشر يبقى بوزيتيف، يبقى موجب عشان الهواء يطلع من جوه لبره بسهوله خالص. حلو، وهو طلع من جوه لبره. طيب انا عايز الانترا بلورال بريشر يبقى ماله؟ يبقى نيجاتيف برضه، بس اقل من النيجاتيف بتاع ايه؟ بتاع الانسبيريشن او بتاع دخول الهواء جوه الرئه. حلو جدا، فكده معاك الكونسبتس الاساسيه بتاعه الرئه. الرئه بتشتغل ازاي؟ بنتنفس ازاي؟ ايه المصطلحات الاساسيه اللي احنا بنتكلم فيها في الرئه؟ باقي لك كونسبت واحد صغير خالص محتاج تفهم. محتاج تفهم ان الرئه ليها شكل معين كده، الشكل ده ممكن توصفه في الشاشه الصغيره اللي عامله زي التلفزيون اللي انا برسمها لك دي. يقول لك ايه؟ الرئه عامله زي فونت، عامله كده مثلا، في حتت فيها متنيه على بعض كده، فالحتت المتنية على بعض دي على عكس الجسم كله، لازم الحتت المتنية على بعض دي في الرئة بالذات كل شوية كل ثانية تقعد توسع بعيد عن بعض وتقعد تقفل تاني جنب بعض، تقعد توسع بعيد واحنا بنتنفس وتقفل تاني. زي ايه؟ زي الآلة الموسيقية اللي انت بتلعب بيها وهي بتعمل كده، البتاعة اللي انت بتعمل كده دي وتقعد تدخلها وتطلع، يعني اللي هي تقعد توسعها وتضيقها، الآلة اللي بتتمسك من ناحيتين دي. فدي على طول لازم تبقى ايه؟ لازم تبقى مش عامله كده على طول، لا دي توسع وتبقى عامله كده، يبقى في مساحات في الرئه. عشان تعمل انت المساحات دي يبقى انت محتاج ايه؟ محتاج كلمه مهمه لازم تعرفها. ايه هي؟ كلمه بتتفرز من خليه موجوده في الرئه. يعني ايه خليه موجوده في الرئه؟ يعني ايه حاجه موجوده في الرئه؟ يعني نيومو، نيومو يعني موجوده في الرئه. يعني ايه خليه موجوده في الرئه؟ يعني نيوموسايت، خليه في الرئه. فالخليه اللي في الرئه دي لازم تطلع لي نوع معين من الخلايا، تطلع لي ماده تعمل زي لزق كده، ماده تسهل حركه دول، تخليهم ماسكين في بعض خمس دقائق وتخليهم يفكوا من بعض الخمس دقائق اللي بعدها، ويمسكوا تاني ويفكوا تاني، ماده سهل التعامل معاها كده. مين الماده اللي ممكن تعمل كده؟ الماده دي يسموها سيرفاكتنت. يعني ايه سيرفاكتنت؟ السرفاكتنت دي هي عباره عن ماده بتحبب الحاجات في بعض. يعني تلاقي مثلا كوبايه ميه وكوبايه زيت، اجي احطهم على بعض ما يمسكوش بعض، احط سرفاكتنت نلاقي الميه دابت في الزيت. ايه ده؟ ازاي ده حصل؟ ازاي ده؟ ازاي بتعمل الموضوع ده؟ قال لك اصل هي بتخفض او بتقلل التوتر السطحي. يعني ايه التوتر السطحي؟ ايه الكلمات الغريبه دي؟ انا يا سيدي لو عندي ميه وزيت، الميه والزيت لو حطيتهم على بعض هتلاقي الزيت قاعد على الميه كده، كان دي الملزمه هي وده الزيت، الزيت قاعد على الميه كده، ليه طبقه لوحده موجوده فوق الميه. طب تفتكر ليه طبقه لوحده موجوده فوق الميه؟ عنده حاجه، عنده مشكله نفسيه اسمها توتر. توتر ايه؟ توتر سطحي، مش عايز حد يلمسه، ما بيحبش اللمس، ما بيحبش ان حد يقرب منه. طيب الرئه لو ما بتحبش حد يقرب منها، ازاي الحاجات دي هتبقى فولدد على بعض كده او ماسكه في بعض كده وبعد كده تفك تاني وبعد كده ترجع تمسك في بعض تاني؟ ده كده مكونات الرئه بتقرب من بعض جدا وتلمس بعض وبعد كده ترجع تاني كل شويه. طبعا حاجات بسيطه جوه كده، مش كل الرئه بتمسك في بعض يعني، فمكونات بسيطه بتمسك في بعض وبتطلع تاني. طب ازاي اعمل كده؟ ازاي اخلي ده يحصل؟ ازاي اخلي الحاجات اللي في الرئه دي تحب بعض وتمتزج ببعض وتقرب لبعض؟ يبقى احنا محتاجين السرفاكتنت اللي هو ده، اللي بيقلل ايه؟ بيقلل المشاكل النفسيه، يقلل التوتر السطحي، يخلي الحاجات تحب بعض وتقرب لبعض اهو وبعد كده ترجع تاني. دي ليها ميكانيزم كيميائي طبعا معقد جدا مش عليك، بس المهم ايه؟ المهم انك تفهم ان السرفاكتنت بيخلي المواد اللي عندها حساسيه من بعض ما بتحبش بعض. يقول لك ميه وزيت ما بيحبوش بعض، خليهم يمسكوا في بعض عادي ويقعدوا مع بعض من غير اي مشكله. وبالتالي كانت اهم ماده تكون موجوده في الرئه هي السرفاكتنت، تساعد الرئه ان هي تمسك في بعض وبعد كده تطلع تاني. مين بيفرز السرفاكتنت او الماده الكيميائيه دي؟ تايب 2 نيوموسايتس، النوع الثاني من الخلايا اللي موجوده في الرئه. النوع ده هو اللي بيخلي الرئه تمسك في بعض وبعد كده ترجع تاني تكسباند وتبعد بعيد عن بعض تاني. عندنا اطفال كتير قوي في العالم للاسف بيتولدوا كل يوم عندهم مشكله بيسموها ريسبيراتوري ديسبريس سندروم.
يعني ايه ريسبيراتوري؟ يعني ايه ريسبيراتوري ديستريس سيندروم؟ قال لك الاطفال دي بتتولد فجاه بتلاقي نفسها مش عارفه تتنفس قوي، مش عارفه ان هي تاخد نفسها بشكل طبيعي، عندها ازمه تتنفس وبعد كده تلاقي رئه راحت مش عايزه تجيب معاها، ما بتعملش حاجه، تتنفس تاخد الهواء كده تلاقي رئه خدت الهواء مش عارفه تطلعه. قصص كتيره يعني ما تبقاش عارفه تتنفس وتقعد تعيط وبتموت بتموت. ده ليه بقى؟ قال لك ده ممكن يكون نقص سيرفكتنت عادي خالص، ممكن الاطفال دي تتولد بالصدفه الخلايا اللي اسمها تايب 2 يوموسايتس دي ما بتطلعش سيرفكتنت بطريقه طبيعيه فتلاقيها ناقصه سيرفكتنت. حلو. طيب ايه الكيسز الثانيه اللي ممكن نلاقي فيها الموضوع ده؟ يقول لك يا سيدي ان انا عندي كيسز كتير جدا جدا. يقول لك ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، سيجرت سموكينج، وانت بتشرب سجاير السيرفكتنت بيزعل خالص، السيرفكتنت تلاقيه بيحجر كده بيبقى شغال كويس، فتلاقي المدخنين بعد فتره رئتهم باظت مش قادرين ان هم يتنفسوا كويس. يقول لك انا صدري تعبان، صدري تعبان دي يعني معناها انه ما عندوش سيرفكتنت. خليك عارفها كده بالظبط. الرئه اللي رايحه، الرئه اللي موجوده عندك دي كده اللي راح لها دم، لو الدم ده فجاه بقى اوكلودد، يعني ايه اوكلودد؟ يعني اتسد مفيش دم رايح للرئه، ايه اللي ممكن يحصل؟ سيرفكتنت مش هيعرف يطلع. ليه؟ مش تايب 2 يوموسايتس دي طلعت خليه عاديه من الجسم وبتحب يوصل لها دم وتتغذى ومش عارف ايه، افرض ما وصلهاش دم يا اخي مش هتطلع حاجه، مش هتطلع سيرفكتنت وبالتالي مش هيشتغل كويس ويحصل مشاكل. طيب حاجه غريبه قوي، قال لك انت لو تنفست هواء معبأ ب 100% اكسجين ممكن يحصل مصيبه لو تنفسته لفتره طويله. في ناس بتتنفسه لفترات قصيره، بس لو تنفسته لفتره طويله 100% اكسجين ده يعدي اللي الرئه محتاجاه. احنا ربنا خلق لنا الهواء الجوي في بتاع 23% بس، في نسبه مش كبيره من الاكسجين، مش نسبه ضيقه، مش نسبه دقيقه الارقام اللي بقولها لك، بس فيها نسبه اقل من كده بكتير جدا، اقل من 100 دي بكتير قوي. فالاكسجين اللي في الجو قليل قوي وربنا خلقه عشان الرئه، وده الطبيعي بالنسبه للرئه. الرئه فجاه تلاقي داخل عليها 100% اكسجين، طب هتعمل ايه؟ ايه اللي ممكن تعمله؟ قال لك بقى ايه، بتاخد شويه وشويه الباقيين بيفضلوا موجودين فيروحوا مأثرين على السيرفكتنت برضه ويبوظوا الدنيا. فالافضل ان انت ما تتنفسش هواء في 100% اكسجين طبعا، ده اساسي. الهايبوثايرويدزم، الغده الدرقيه، لما تبتدي ان هي تضعف السبلاي للتايب 2 سيلز دي او شغل التايب 2 سيلز دي بتقل، فتلاقي ان هي مش قادره ان هي تصنع برضه ايه، تصنع السيرفكتنت اللي هي متعوده عليه. هايبوكورتيزم، يعني ايه هايبوكورتيزم؟ الحاجات اللي بتطلع كورتيزول في الجسم، الحاجات اللي ليها علاقه بالنشاط والحيويه والحاجات دي كلها زي الغده الدرقيه بالظبط. يقول لك ايه اصل الكورتيزول، الكورتيزول الماده اللي اسمها كورتيزول دي بتسرع قوي قوي ان انت يحصل نضوج للسيرفكتنت والسيرفكتنت يطلع ويشتغل من غير اي مشكله. فتلاقي ايه، فتلاقي الغده دي لو ما اشتغلتش كويس وحصل هايبو يعني قليله كورتيزم يحصل مشاكل كبيره قوي زي ما شرحنا في شابتر الاندوكراين وشرحنا في الهرمونز كلها. طب اخيرا ايه هايبر انسولينزم، يعني ايه هايبر انسولينزم؟ يقول لك الام اللي عندها سكر، الام اللي عندها سكر، الام الدايابيتك، الام دي جسمها مليان سكر فالانسولين عالي عشان يحاول ان هو يسيطر على السكر. فلما الانسولين يعلى، الانسولين ده حضرتك بيعمل ايه؟ الانسولين ده اصلا وظيفته ان هو يدخل السكر جوه الخلايا، ما يحبش الحاجات اللي بتتفرز اصلا، الانسولين ملوش في الحاجات اللي بتتفرز ولا بيحب الخلايا اللي بتفرز حاجات، هو يروح للدم كده يلاقي السكر يروح مدخله الخلايا، كانه بيشيل حاجات في المخزن كده. فازاي الانسولين هيبقى موجود ونقعد احنا نفرز عادي سيرفكتنت ونعمل كل الحاجات دي؟ قال لك الانسولين بينهبت السيرفكتنت، بيوطي الكميه اللي بيطلع بيها السيرفكتنت من التايب 2 سيلز فيعمل مشاكل برضه. عظيم قوي. طيب انت كده معاك كل حاجه عندنا في الجزء بتاع الرئه ده، ما عدا انك تعرف اسم السيرفكتنت ودي حاجه بسيطه خالص. عندنا السيرفكتنت اسمه لاساثن، لاساثن ده سيرفكتنت بيستخرج من البيض، موجود في الطبيعه كتير قوي قوي، يقول لك عليه فوسفوليبيد، يعني بيتكون من مجموعه فوسفيت كده وجنبها ليبيد، فوسفوليبيد يقول لك عليه ايه؟ يقول لك عليه لاساثن، وشويه بروتينز كده عليه وكالسيوم، الكالسيوم ده وظيفته ايه؟ لما الخلايا تقرب من بعض يفضل ماسكها، حاجه معقده كيميائيا، كالسيوم بيمسك في السيرفكتنت بتاعي يبتدي يخليه يظبطه، يخليه ينتشر في خلايا اكتر، يخليه يشتغل بطريقه افكتيف اكتر بكتير، فالكالسيوم كده محتاجينه جدا جدا مع اللاساثن عشان يشتغل كسيرفكتنت قوي جدا جدا جدا. طيب الورقتين بتوع الملزمه
فيهم كل الحاجات اللي انا قلتها لك دول وملخص المحاضره كلها. وبكونسبت واحد عرفنا نخلص المحاضره مع بعض ونشوف كل حاجه موجوده فيها وناخد انترودكشن ممتعه جدا 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 عن الجهاز التنفسي. لو في اي حاجه مش فاهمها ابعت لي اي وقت، انا معاك. ربنا يقويكم وربنا معاك وجدا في امتحانات الترم الاول.